بعث صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء حفظه الله برقية تهنئة إلى صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، وذلك بمناسبة الذكرى 48 لليوم الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة. وأعرب سموه في البرقية عن خالص تهنيه وتمنياته له بوفور الصحة والسعادة ولشعب دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة المزيد من النماء والازدهار، مؤكدا سموه على عمق العلاقات الأخوية التي تجمع بين البلدين والشعبين الشقيقين وما تشهده من تطور وتقدم على مختلف الصعد. وبعث صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء برقيتي تهنئة مماثلتين إلى أخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وإلى أخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة. أعرب سموه فيهما عن خالص تهنيه لهما بمناسبة ذكرى اليوم الوطني للدولة الشقيقة، كما بعث صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء برقيات تهنئة مماثلة إلى إخوانه أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات وأولياء العهود، مهنئا سموه فيها بهذه المناسبة الوطنية.